شرعت وزارة الإسكان بإتمام إجراءات السحب الإلكتروني لوحدات مشروع دمستان الإسكاني على المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار بالمحافظة الشمالية. هذا المشروع يعد ضمن 3000 وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت تحت مظلة الأمر الملكي السامي لعهد البلاد المفدى ببناء 40000 وحدة سكنية. هو من أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة في المحافظة الشمالية، وهو من المشاريع التي سخرت وزارة الإسكان كافة جهودها ليكون ضمن 3000 وحدة سكنية الجاهزة للتسليم. فمشروع دمستان الإسكاني يلبي عددا كبيرا من الطلبات الإسكانية وبحسب الأقدمية. طقة واحدة خلاص. وزارة الإسكان تستقبل مواطنين المرشحين لاستلام أو السحب على وحداتهم السكنية لمشروع دمستان الإسكاني. لله الحمد برنامج التوزيعات يسير حسب البرنامج المعد أصلا لتوزيع 3000 وحدة سكنية. وزارة الإسكان تبدأ إجراءاتها للسحب الإلكتروني للوحدات الإسكانية بتقديم محاضرة نظرية تتضمن معلومات عن المشروع ونوعية الوحدات والمرافق المتوفرة والآلية المتبعة للسحب، ليبدأ المواطنون بعملية اختيار وحداتهم السكنية إلكترونيا. توجه إلى سيدي جلالة الملك على توجيهات وعلى هذه التوصيات، وأتوجه كذلك إلى سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء على وقوفه ومتابعته إلى مشروع أهالي قرية دمستان، وأتوجه بالشكر إلى سيدي ولي العهد على أوامره السامية لتنفيذ هذه المطالب والتعجيل فيها. ونحن سعداء هذا اليوم بهذا الإنجاز وهذه التوجيهات والتوصيات، ونعكس فرح وسعادة أهالي قرية دمستان لما حصلوه من هذه المطالب. هو مشروع اللي ولي العهد في الأخير يعني طبعا أمر بمنح المواطنين 3000 وحدة سكنية، ومشكور على هذا يعني أنه أعطى الفرصة للمواطنين حصول على الوحدة السكنية. أشكر جلالة الملك هو رئيس الوزراء وولي العهد جزيل الشكر على التسريع الوحدات السكنية هذه بمناسبة العيد وهالأيام هذه، وإن شاء الله أيامنا كلها عيد إن شاء الله. لما عرفنا طبعا توزيع 3000 وحدة سكنية إحنا تأملنا خير إن إحنا بنحصل من ضمن هاي 3000، وإن شاء الله 3000 تغطي عدد كبير، وإن شاء الله اللي ما يحالفها من الحظ هالمرة إن شاء الله قريب بوعود الحكومة وبوعود ولي العهد إن شاء الله قريب، والكل إن شاء الله بيحصل. أشكر رب العالمين إن الله رزقنا بوحدة سكنية ضمنا وضمن أولادنا، فهذا الشيء يعني جدا أسعدنا وكلنا مستانسين، وكل يعني ما نقدر شلون نعبر عن فرحتنا بحصولنا على هذه الوحدة. نشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد على أنه أعطانا هذه الشيء اسمه الوحدة، فاحنا كلش مستانسين الحمد لله رب العالمين. نشكر القيادة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد القائمين على المشروع، وطبعا جهودهم وجهود الوزارة وزارة الإسكان ما قصروا، الموظفين والقائمين على المشاريع الإسكانية في البلد وكل من إليه يعني جهود في هذا الجانب، طبعا كلهم الشكر يوصل إليهم، وإن شاء الله إحنا طبعا مستانسين بالوحدة السكنية، ونتمنى إن شاء الله الآخرين بعد يكونون يشاركونا نفس الشعور هذا ويحصلون يتمنونه. نشكر الملك والأمير سلمان على هذا العيدية، والحمد لله بعد العيد استانسنا واجد، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى للجميع إن شاء الله السعادة والخير، وإلى هذا الشعب المبارك إن شاء الله وللوطن بأجمع. جارين الساح وطلعت لنا وحدة ومستانسين بها طبعا، ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد. القيادة كفت ووفت بالشيء اللي كنا احنا نأمل فيه، عطتنا
الشيء اللي كنا نأمل نحن نحصله زين، ونأمل إن شاء الله في الأيام الجاية يكون بعد اللي ما حصلوا غيرنا يكون القيادة ما تقصر وتوفر لهم هذا الشيء بأحسن ما يكون. أشكر جلالة الملك وأشكر رئيس الوزراء وأشكر ولي العهد على عطائهم الغير منقطع في هذه البلاد الكريمة. أبوي خبرني يقول لي طلع لنا بيت، وأنا بعد مستانس وايد جيت هنا الحين استانس وايد ما صدقت، يعني فرحتي تكتمل يعني من طلع البيت. أشكر جلالة الملك حمد وولي العهد لأنه فرحونا بهذا البيت، وأتمنى الكل يحصل يعني. فرحة المنتفعين من مشروع دمستان الإسكاني لم تقتصر على حصولهم على الوحدة الإسكانية فحسب، لكن فرحتهم اكتملت بوجود هذه الوحدة في المكان الذي ترعرع به وسط أقاربهم وجيرانهم. شكرا لجلالة الملك ولي العهد، أنا سعيد جدا بهذه المناسبة الكريمة، توزيع البيوت من أهالي قرية دمستان. وايد مستانس أن طلع اسمي من ضمن المستفيدين من البيوت في قرية دمستان. نشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد على منحه وتخصيصه بيوت دمستان لأهالي قرية دمستان، والشكر موصول لهم مرة ثانية، ونحن مستانس إن شاء الله ما حصلت لنا البيت. أنا الحمد لله مستانسة على المشروع اللي أقام في دمستان، وكنت يعني أنا اللي حصلت في دمستان وهذا اللي كنت أتمنى. أشكر جلالة الملك أمير سلمان أنهم حققوا لنا هذه الأمنية، يعني أن كنا نتمنى يعني أن يكون عندنا سكن يعني، والحمد لله الشيء تحقق. مرتاح نفسيا لأن من نفس المنطقة أهل دمستان وحصلت بين أهلي وجماعتي يعني، وخصوصا أنا استانس لما سمعت عن ولي الأهل يعني أمر بالإسراع في إعطاء الوحدات السكنية. الوزارة ستستمر في إجراءات السحب الإلكتروني لمشروع دمستان الإسكاني، ليعقب ذلك البدء في توزيع شهادات الاستحقاق لمشروع توبلي. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.